خبر اول اللي عدنا عن يارمار وخروجه من فريق نورمار. الصراحه الموضوع كويس صدمه، فيار نزلت على سبب الانستغرام شويه ستوريات اول شيء تفضح بيه نورمار انه كان ماخذ حسابه من فتره طويله وهم اللي يتحكمون بيه، وثاني شيء تقول لي انه رجع حسابه الانستغرام بعد ما تبند، وبنفس الوقت تعلم من خلال انه هي خرجت من فريق نورمار. الصراحه الموضوع كلش صدمه وكلش متضايقين، ولكن بنفس الوقت ما قالت شنو السبب او اسباب خروجها من الفريق، ولكن يمكن موضوع تحدي، ولكن الصراحه ما اتوقع هذا الشيء ولا 1%. لو كان المفروض الموضوع تحدي ما تقول مثلا كلام انه الفريق كان ماخذ حسابي من فتره طويله، صراحه الموضوع كلش غريب، ولكن باكر 100% راح اعرف لكم السبب الحقيقي ورا هذا الموضوع. فاتمنى منكم يا حبايبي اشتركوا بالقناه، عندي مصادر كلش خاصه، فاتمنى منكم يا حبايبي انه تشترك بالقناه عم اجيب لكم الموضوع حقيقي باكر. هاي يا جماعه كيفكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجع لي حسابي الانستغرام اللي صار له زمان كتير مأخوذ مني من قبل الفريق، والحساب لا تهكر ولا تاخذ مني، انا اللي اخذته بسبب شركة انستغرام. في حدا لي ساعدني اني اتواصل مع شركة انستغرام، شكرا كتير لهم انهم رجعوا لي الحساب. واليوم انا كيارا قررت اني اطلع من فريق نورمار وبس. وبصل حبايبي انه وصلت المقطع، طبعا اكو اشياء توضح انه ممكن القمر ما رحم تخرج من الفريق، فاتمنى من الكل يا حبايبي يشترك بالقناه ويحط زر لايك عم مباشره اوصل لكم الاخبار الحقيقيه وبس. جاكم فيزي مقطع من القصص، ومع السلامه.